على كل حال يعني نحن نفرق بين تهنئتهم بدينهم وتهنئتهم بغير دينهم. يعني لا مانع أن تهنئ النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الهندوسي أو البوذي اللي يكون يعني مذهبه أو دينه، تهنئه بولد لما جاءه ولد تبارك له، اشترى بيتا، اشترى سيارة، ترقى في العمل، يعني أمور الدنيا. أما أن تهنئه على دينه كأنك تقول إن دينه صح، والله تبارك يقول إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكيف تهنئه على الكفر؟ هذا عيد ديني، لا يجوز تهنئته على عيد ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة وجد الناس يحتفلون، قال إن الله قد أبدلكم بعيدين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. لا يجوز أن يهنأ على دينه. هنأ بالولد، هنئه بالزواج، هنأ ما في مانع، لكن ما تهنأ على دين باطل. الله تبارك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف تهنئه على الكفر؟ هذا لا يجوز، لابد أن ننتبه لهذه المسألة. وأما ما ينسب إلى ابن تيمية، ابن تيمية صرح بهذا واضحا كتابه في الرد على أصحاب الجحيم، الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم، رد فيه ردا واضحا أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم. وهذه مسألة شبه متفق عليها بين أهل العلم، أنه لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، لأن أعيادهم أعياد كفرية لا يجوز تهنئتهم بها. وأما قضية أن هذه من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، طيب الدعوة إلى الله ليس متوقفة على هذا، بالعكس لابد يكون دينك واضحا. قل له هذا دين ما أهنئك عليه، أهنئك على الولد، أهنئك على الزواج، أهنئك على شراء بيت نعم، لكن لا أهنئك على دينك، هذا لا يجوز. وأما دعوة أن القرآن لم يمنع بدليل قول الله تبارك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دار أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نعم من قال أن يمنع البر؟ لكن أيضا لا تنسى الآية التي بعدها، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم، يعني التولي لا يجوز. نعم البر جائز، بر أحسن إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي لجيرانه بغض النظر عن أديانهم ويعود مرضاهم بغض النظر عن أديانهم، هذا من البر. ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمها قتيلة بنت عبد العزة وكانت مشركة، جاءت تزور أسماء وجاءت معها بهدية، فقالت يا رسول إن أمي جاءتني راغبة وجاءتني بهدية، قال بري أمك. ما عندنا مشكلة في البر، الإسلام دين البر، ما عندنا أي مشكلة معه، لكن لا نهنئهم بدينهم. هذه المسألة لابد أن ننتبه لها، والله المستعان.